كل عام والجمهورية التونسية حية بألف خير. هات نمشي تود سويت لأولى مواضيعنا. ترانس. محمد بوغلاب صباح النور. صباح الخير. إن شاء الله تكون في صحة جيدة. الحمد لله. البداية نمشيو إلى ولاية جندوبة، نمشيو الملولة لتبرقة، نحاولوا نفهم بالضبط التطورات الميدانية. معنا زميلنا مولدي الزوابي اللي موجود على عين المكان. سي مولدي صباح النور. ألو مولدي الزوابي الزميل مباشرة من برقة من ملولة من ولاية جندوبة، باش نحاولوا نفهموا آخر التطورات الميدانية، نحاولوا نعاودوا نتصلوا به. في كل الحالات البارحة اللي شفناها الحرائق وكأن بدينا نطبع الحرائق اللي موجودة، فما حاجة اسمها تتعاود كل يوم سيكليكمون تقريبا، وفي كل فترة أي موجة حرارة تتعاود الحرائق هذه. إمكانية بسيطة جدا موجودة عند الحقيقة عوان الحماية المدنية محمد بلاب في ظروف صعيبة برش، معناها حتى لي كومبينيزيون يدخلوا بهم للنار محدودين جدا، ونعرف شو قاعد نتكلم. دونك كيفاش نجم نخسروا كل الحرائق؟ ما عادش كيفاش شفت لا ثم أولا ثم روح بشرية اللي طاحت، يعني مدير مدرسة ابتدائية مات اختناقا الله يرحمه، حسب ما بلغني أنه هو حاول ينقذ يعني في مشتتة بالتحديد، توفى اختناقا. يقول لك أول حرائق تصير في العالم الكل، هي تصير في العالم الكل، أما احنا هل نتعظ من الدروس؟ خليك مهمنيش تو شكون موضوع شكون يحكم شكون ما يحكمش، أما نتعلموش احنا. فسر لي أمين، أنت ولد الشمال الغربي، اعتبرني أني عمري ولا زرت الشمال الغربي، اعتبرني أني يا سيدي من تطاوين من مدنين ما عنديش الإمكانيات اللي تسمح لي باش نطلع للشمال الغربي. علاش ما نسمع بالمنطقة هذه كان في المصايب والكوارث، يا سكرت من الثلج يا شعلت فيها النار، فسر لي. وديما نقولوا فما نكبة ولجنة متاع مجابهة الكوارث، لا مش نية لجنة مجابهة الكوارث، حد يطلع من السادة المسؤولين يفسر. ونسمع توا في ضربين اللغه في الاذاعات ومجهودات الحمايه المدنيه واربع مجهودات، اما انت كش حاس بيها عون الحمايه المدنيه هو وجه في النار، وكش حاس بالمواطن هو وجه في النار. انا مش وجه في النار، انا البارح عديت ليله كامله على اعصابي، مش على خاطر شعل النار في البلاص، على خاطر ثم ماء قاعد يهرهر يصب من يعني تسرب من قنوات السونات، ما خوفني ما هابط اللي هو بردا وسلاما، خوفني انه الدار كلها تغرق. خلي الناس تواجه في النار، التوانسة يعرفوا انه الحماية المدنية ما عندهاش ربع الطيارة معناها اللي يطفئ الحرائق، هل هو مع طبيعي؟ لا كله كلام كله بالكل كلام بالكل بالكل كله كلام. علاش مجهودات ترمي روحه في النار مجهودات، يعني قعدنا في هاك الفولكلور وعرس والابطال والبطولات والناس اللي نسمع في مراه اللي تتحرق المطعم نتاعها، شكون مش يعوضها؟ شكون مش يعوضها؟ الناس اللي تضرت املاكها تقول لي في المال ولا في صحه الابدان، صحه الابدان ولا في المال كيف شكون مش يعوضوا؟ ولا الحدث ما عادش الحرايق، النغمة من البارح ولات الحدث هو انه الرئيس يتجه مباشرة من روما لتبرقة. وبعد شوفك لافار وبعد شو جبت معك؟ ليه سمحني انك مشيت لتبرقة مشيت شهزت معك وقت ما الرئيس يتنقل كان معتمد كي يتنقل يغير وضع الجهة، الرئيس كمشال غادي يغير وضعهم ولا يتفقد يعني ظروف ايوائهم؟ شنية ظروف ايوائهم؟ احنا عندنا مراكز ايواء في الكوارث في الليسيات وفمش ده يعني قاع مغطات عندهم فروشات فما تولاتات فما ظروف، الناس هذو مطيشين طونك الضرب مش في اجنابنا ما نحسوش، تيانا بعيد في الشمال الغربي شو ما دخلنا فيهم، يجب تشعل فينا النار الكل باش نحسوا بوجع الناس، وضع غير طبيعي. شو عند الدراهم نارت اللي تصب الثلج تسكر تولي نار كامل يغوثوا في وسائل الاعلام ما تجيوش ما تزوروهاش، علاش الصار ترى نعمه مش نقمه يا اخي، هاو بلادنا ديما نقمه
كان سخانة نقمة، كان مطر وثلج نقمة، حد يفسرن عليه. نعرف اللي يحكم توا ما هوش مسؤول على الوضع يعني بتمامه وكماله، قال بورقيبة. لكنك اليوم انت تتحاسب، انت تتحاسب. افترض اني نقول توا، نقول رأيي، مع شكون يتحاسب عليه؟ تتحاسب عليه حذامي لأن تخدم في كافي فيه، مو تحاسب عليه هاني. اللي شادد الدمان هو اللي يتحاسب. شو معناها حماية مدنية؟ الحماية المدنية وقت اللي تشوف تجهيزاتها في الصيف باش تمنع التوانسة من الغرق. شوف أنا فما جدول ناشرته الحماية المدنية، يقول لك قداش عنده من دراجة مائية، قداش من واحدة تخدم، وقداش من واحدة معطبة. الكومبينيزون تاع النار اللي يخدموا النار محدودة جدا. تو سامحني، هذا أضعف الإيمان بربي. شو باش ينجم يعمل وقدامه نار كما اللي شفناها البارح؟ راهو شيء يوجع القلب. شو كل واحد يخدم الخدمة نتاعو. أنا البارح نسمع في المواطنين، وعلاش ما جانا حد؟ شبيه اليونان، اليونان عند الحرائق، تركيا اللي هما معناها ما يتقابلوش حتى كي يتصور له في الماء ما يشربوش. اليونانيين راسمين في أكبر كنيسة عندهم صورة فلاح يوناني مطلع فوق ظهره التركي باش يذكروا أجيال اليونانيين شو عملوا فيهم الأتراك. عندهم حرائق، تركيا بعثت لها المساعدات، طيارات تطفي، علاش مش هذا حد احنا؟ هو في الجزائر، وتو نرجع بعد شوية، الجزائر زادة اللي بجنبنا فيها 35 حالة وفاة في الحرائق. يا أخي احنا فما عندنا جيرانا، علاش كتبوا علينا صداق الجزيرية؟ عرسوا بينا حياتنا الكل، نعيشوا في محيطنا، أوروبا فهجة بحذانا، علاش ما نستنجدنا بحد؟ علاش ما انجدنا حد؟ يا سي محمد اخي نستنجدوا احنا؟ انت عندك رئيس حكومة قاعدة معناها تبرقة وملولة، قاعدة تتحرق بكلها، وهي عندها اجتماعات تستنى في تعليمات سامية من رئيس الجمهورية. اخي فيش نحكيه وعايش اخي توا بربي اوروبا ولا غيره، اخي مو فما قنوات دبلوماسية وفما حركة. عندنا رئيس، يا رئيسة الحكومة بربي، خلنا نقصر لها من هنا في الكاميرا. سيدة نجلاء بودن، هل انت على علم اللي انت رئيسة حكومة ام لا؟ المرأة طالبة الاستقالة عندها عام، تحب تخرج. سيدة رئيسة الحكومة، هل انت على علم اللي انت رئيسة حكومة وعندك مسؤولية اخلاقية ومسؤولية قانونية تجاه الشعب اللي موجود اليوم ولا لا؟ هل انت على علم انه ما نستناوش رئيس الجمهورية وهو في روما باش يعطيني تعليمات سامية باش ينجم يتواصل ولا لا؟ لا يا امين، ما عنده حتى مسؤولية، مانيش موافقك، ما عنده حتى مسؤولية. رئيس حكومة، ما عنده، ماهيش رئيس حكومة. هي تستقيل ولا تخرج ولا لا تستقيل؟ تخرج، طالبة تخرج، ما خلاهاش. أخي على كيفه، معناها مو هي تتقدم. شو على كيفه؟ لا على كيفياني. تتكلم. البلاد هذية تعني تتنفس بخشم الرئيس. ونكتبوا تعليمات سامية. هي تعليمات سامية، وإذا ما جاتش نتحرقوا أو نغرقوا. معناها يقعد تستنى هي. تقعد تستنى، الناس قاعدة تموت تتحرق، تستنى التعليمات السامية من رئيس الجمهورية باش تنجم تعمل خلية وتعملوا لنا زوج تصاور معناها في خلينا نمشيو المودي يظهر لي هكا، مودي رجع معنا. يا مودي صباح النور، مودي زويبي زميلنا مباشرة من جندوب. صباح الخير محمد. صباح الخير مودي. حاولوا ان شاء الله باللطف عليك. ان شاء الله باللطف يا مولدي. هات اون بريف بالضبط شنو اللي صار، الحريق اللي تعاود، معناتها نفس الحريق اللي تعاود، شنو اذا عندك معطيات ميدانيه سي المولدي؟ هو الحقيقه الحرائق اللي تعرفت اللي طلقت دلع البارح هي ماهيش بمعزل على الحريق اللي او على الحريقين على الاقل اللي اندلعوا يوم الثلاثاء المنقذين. علاش؟ لانه في العاده الحرائق وقت اللي تقع معروفه انه تبقى جيوب معناها خامده وتستوجب معناها من الفرق الميدانيه سواء كانت متعلقه بالحمايه المدنيه او التجهيز واعوان الغابات انهم يتابعوا بدقه والى غير ذلك. هذا الامر في الحقيقه تم، واللي سموه بلغه معناها المجابهه معناها هلا الحرائق هذه يسموه التبريد، معناه يبردوا بالماء في انتظار معناه انه ربما يندلع حريق اخر والى غير ذلك. شنو اللي صار؟ اللي صار انه الفرق يعني اللجنه بالاساس الجهويه لمجابهه الكوارث بعد ما استنجدت بالعديد من الولايات وبطائره عسكريه مروحيه معناها تاع اطفاء ترأى لها انها قذفت او سيطرت بالمعنى هذا
واحتفت بشكل نوعا ما فيه نوع من الانتصار، وبدأت بالانسحاب، سموه هكا بالانسحاب التدريجي، اللي هو في الحقيقة مفترض، خاصة لأن المسألة معناها فيها صيف، فيها حرائق معناها واسعة، نحكوا على مانيش نحكوا على 100 هكتار من الغابات الكثيفة، ومانيش نحكوا على 200 هكتار، نحكوا على أكثر من 500 هكتار في المرحلة الأولى، مازلنا ما جيناش للمرحلة هذه. المهم أنه هذا اللي تم، اللي تم أنه المناطق هذه، وهذا ربما خلافا لما معناها تم تداوله، أن هي خالية من الطرائد الغبية، لي ترونشي اللي يعرفوها مضمة، اللي هم يسهلوا الحركة نتاع يعني سيارات، عفوا شاحنات الأدفاء، يسهلوا حركة الأعوان الغابات باش ينجموا يوصلوا، ويحاولوا يفصلوا معناها بين إذا فما صارت حريق بين حريق وحريق، خط النار يقولوا له. هي تضاريسيا معناها صعيبة، ولكن معروفة تضاريسيا في المناطق هذيك يلزمها تقع سيباراسيون بالمعنى هذا. هذا ما تمش معناها، اولا حتى مجرد صيانتها بالمعنى هذا، اثنين ثم مشكلة المواج المائية اللي هي موجودة في المناطق الغابية، مع كل اسف معناها تقريبا شبه منهارة تماما، اللي هي يستند لها في قرب من اجل معناها ضخ كميات كبيرة من المياه في تلك الصهاريج، وهذا مسألة معناها كذلك معناها مسجلة في جانبها، معناها الحقيقة اللي هو ما أنا عايش عارف جانب من التقصير. المعطى الثالث هو أنه كل التقارير بتاع التفقدية العامة اللي تابعة للإدارة العامة للغابات تقول بالحرف الواحد بأن المناطق الغابية بولاية جندوبة تقريبا مراكز الحراسة شبه مهجورة، 52 مركز اللي هو يخصص معناها للحراس تقريبا شبه مهجور. علاش ما ثماش اعوان مولدي؟ لا، اول ثم جانب ما ثماش اعوان، ثم ناس ما هيش من فتره 12 13 14 15 كان ثم مبرر في الحقيقه معقول، وتسمعوا من حارس يقول لك انا اخويا في منطقه مهدده بالمجموعات الارهابيه والى غير ذلك، ما نجمش، ولا معقول وكان مسموع. لكن اليوم ما الاداره العامه للغابات مع الجدي هالقضية هذه، معناها الأعوان اللي عندهم مراكز يخدموا فيها ما يمشيوش، ولا يسكنوا في المدن. أي تسمع فيها؟ أي فاهم، يسكن بحذايا وبحذاك، يعطيك الصح. دونك هذا الجانب. الجانب الآخر أنه الأبراج نتاع المراقبة، أبراج المراقبة اللي هي عادة تراقب عن سرعة، تعرف النيران والحرائق، ثم معيار وحيد بالأساس هو سرعة التدخل وسرعة معناها الانتباه، لأنه ثم حريق، لأنه ممكن جدا أنك تتوق وقت اللي تعرفه في اللحظات الأولى. والأبراج كانت تلعب هذا الدور في المراقبة والمتابعة، هذه الأبراج إلى جانب أنها تقنياتها شبه منعدمة هي كذلك مهجورة. هذا هي الحقيقة، النقائص هذه كلها تقود إلى تصحيح أن المسألة. ألو؟ يمكن مولدي ركزنا معاك اكثر من اللي يلزم، لانه السرديات المتداوله في وسائل الاعلام، واسمح لي لهنا ماشي اطراليك، ولكن اول مره نسمع صحافي من الجهه على عين المكان يحكي على اللي صاير بحس نقدي، كلها تعمل في التوصيف، والسيد الرئيس تنقل من روما الى تبرقه، ومجهودات جباره من الحمايه المدنيه. اول مره نسمع التشخيص هذا اللي فيه مواطن الخلل وشكون قصر. يا محمد راني هذا بلغت كتابة، ترجعوا للتقارير موجود، وبلغت بشكل شبه في إطار اجتماعات معناها كانت حاضرة فيها كل المتدخلين ولا غير ذلك. لكن بعد نعطيك بعد الاجتماعات هذه، ما نحبش نحكي على بعض، ربما لا يروق للبعض حتى باش يخلوني نحضر في جلسات. شنو ما يقولك علاش تكلمت؟ تسمع فيا؟ لأنه هذا الكلام الحقيقة، إذا كان حبينا نعالجه مشكلة الحرائق الغابية، أنا في الحقيقة صحيح يا سيدي، مش فقط أسهل حاجة يا محمد أنك ترحلها لمسألة ارتفاع وتوسع دائرة موجة الحر، أسهل حاجة هذه. ولكن حقيقة سيمولدي فما معطيات أخرى كنت كتبتها على صفحتك الرسمية البارح، ثلاث مفاتيح لفهم أسباب حريق تبرق. يا أمين، لا ولا كان نمشي
لما ابعد انا نيجو انا الغابات تحولت الى دبوات نتاع مزوت. هذا اللي حبيت نجي معك. هذا واقع، هذا حقيقه. حكيت على ثلاثه مفاتيح لاسباب الحرائق اللي موجوده قبل واليوم وغدوه: مصبات، العجلات المطاطيه، دبوات المازوت، ليسونس، المهرب المتواجد داخل الغابات، وهذا أيه موجود. وانت شوف المصبات، انت شوف اليوم في تبرقه، شوف المصبات وين، كيفاش انت في جويليا وفي شيء في اوستو معناها تجي معناها تحرق المناطق يا سيدي. وشنو الضمانات نتاع تامين حمايتها في منطقه حساسه ومعروفه هالغابات هذه بالاشتعال يا سيدي؟ نفترض انه الاشتعال الالي هذا ربما الاوتوماتيكي العادي اللي يقع بطبيعه الحال هذا موقف، ولكن احنا رانا ما وصلناش للمرحله اللي تحول معناها انه درجات الحراره هي بيدها تتسبب مباشره هكاك لدى زول تحول تشعل النيران. انا في رايي انه هذه هي القضايا الحقيقيه التي يجب ان تعالج، هذه الغابات، احتراق هذه الغابات مثل ما وقع السنه الماضيه، تحكوا على الاف الهكتارات، الاف الهكتارات راهي ماهيش ثروه، راهي فيها الزان وفيها الفرنان وفيها السنوبر، فيها عشرات ومئات والاف مواطن الشغل نتاع الناس، نحكوا على ديار مسكونه معناها في تلك المنطقه. بربي ديما نحكيه على الإنجاز وأخف الأضرار، وفي المقابل عنا الثروة غابية وعنا الثروة الحيوانية الأيل الأطلسي اللي فرحان مازال كيف رجع يرتع الغاديك. راهي الثروة الحيوانية اللي قاعدين نخسروا فيها والثروة الغابية راهي ما معنى لا تقدر بثمن. ونكمل معك في 30 ثانية مولدي إذا عندك حاجة تحب تضيفها تفضل. أنا فقط أقول بأنه صحيح المجهودات كبيرة في علاقه بمواجهه معناها هذا التوسع هذا الوعواء، العوامل المناخيه خاصه البارح ارتفاع يعني ربما قوه الرياح وارتفاع درجات الحراره خلى معناها السرعه في توسع يعني دائره الحرائق معناها كبيره، وخلى القدره في مواجهتها من الصعب جدا. اليوم آن الاوان انه بالفعل انه كل الاجهزه، اجهزه الدوله بكل ما تعنيه من اجهزه، أنها تراعي قضية السرعة، تراعي قضية المعدات التي يجب أن تكون على عين المكان وأن تتحول بتلك السرعة. راهي طائرة واحدة في آلاف، في مئات، نحكي في مئات الهكتارات، راهي ما تنجم تعمل حتى شيء. راهي المعدات هذه نتاع شو معدات الإطفاء والتحريج كيف راهي ماهيش كافية لمثل هذه الحرائق. واضح اكيد. تو نرجعوا يا مولدي على الاسباب وتو نطرحوها في وقت خليه تكمل تخمد النار هذه اللي تشعل اليوم، وتو نرجعوا نحكيوا فيها في الايامات الجايه. شوفوا كل حد لازم يتحمل المسؤوليه نتاعو. نشكرك برشا وبارك الله فيك زميل مولدي زويبي مباشره من جندوبه اللي اعطانا رؤيه مختلفه تماما على السرديات كيف ما قال سي محمد اللي نسمع فيها الكل. نواصل بعد الأخير.